صباحكم مبروك خوتي اخواتاتي، كيف كتشوفوها حنا في القهوه الصديق سي محمد في انتظار بقيه الاخوان اللي ما جايين يسفروا في واحد الجوله صباحيه تعريفيه لمنطقه قبيله بني زهنة جماعه الزهراء اقليم صفرو، واللي كتتميز بالمناظر المتنوعه ديالها، كاين غابات كاين جبال كاين وديان، المهم واحد المنطقه اللي زوينه واللي كتستحق اننا نزوروها. أن هذه الجولة هذه تعجبكم، وكما جرت العادة ما تنسوش أنكم تدعموني من خلال المشاركة في القناة، تفعيل الجرس وترك التعليق. يلا فرجة ممتعة. تحياتي لكم الإخوان، كيف كتشوفوا احنا وصلنا دابا لولاد ميمون اللي غتكون من هنا الانطلاقة باتجاه دوار البطحة، والسيركوي نمشيو على جنب الجبل ديال بوصالح. كيف كتشوفوا من الإخوان وصلنا وحنا كنقوموا باستعدادات باش يبدا الروندوني، يلا تابعونا. ها حنا شادين دابا الطريق ديال دوار البطحه، كيف كتشوفوا في واحد الوسط غابه وي بنتي تبارك الله الغابه، الجو زوين، طاحت الشتا هنا في هاد الايامات الاخيره الحمد لله، وحنا شادين الطريق دابا لدوار البطحه الجميل. احنا مازال شادين الطريق اتجاه دوار البطحه، وقالوا لنا كاين في هاد الغابه هنا كاين هذيك الفكهه ديال ساسنو، وغنحاولوا نفتشوا عليها ان شاء الله باش نذوقوا ساسنو ديال قبيله بني زهنة. هذا راه فكهه كتسكن، هذه الشجره ديال ساسنو. ساسنو ها هي. شكرا. واحد الخير مولانا قرب عليا خاي، مرحبا. ها انتم شوفوا الخيرات ديال المنطقه ديال البطحه، هذه وجدنا غير في الطريق الخير الخوت اخرى مزيانه اخرى احسن، والله الا غير في الطريق وجدنا وحده حنا كناها وهي الثانيه، ومع حنا كناكلو انت الخير كيطلقنا الخير كيطلقنا في الطريق. هذا المدخل ديال دوار البطحه، هنا كانت المدرسه كيف كتشوفوا هي هذه المدرسه ديال الدوار، ولكن للاسف انها اصبحت مهجوره من بعد ما عرفت المنطقه هذه هجره مكثفه ديال الساكنه باتجاه المدن القريبة وبالخصوص مدينة رباط الخير أهرمو، وهداك الشيء هي تسدات بقى دابا هنا غير آثار، لأن الناس في هاد السنوات الأخيرة كل شيء تقريبا هاجر لأن الظروف المعيشية هنايا صعيبة. الخيرات الخوت فليفلة فليفلة طبيعية ديال البطحة للدول المذاق. ها هي عاود هنا هاد الحمراء هادي، لان هاد الحمراء اصلا هي الفليفله كيف خصها تكون، راه خصها تحمر ماشي خضراء. تبارك الله هنا كلشي طبيعي، لان الحياه هنايا راه شي حاجه. المنازل الترابيه احسن حاجه، كلشي طبيعي. الاخوان هما سبقوني وانا غنلحقهم. الديور ديال التراب. كيف قلت حنا كنتواجدوا دائما في دوار البطحه، واحد الملاحظه الخوت هي ان كنوجدوا هنا ديور جدادين، يعني ديور عصريين اللي مبنيين جداد، وهذا كيبين بانه الناس ديال الدوار الناس اللي كانوا هاجروا بكري وسهل عليهم الله، يعني ما نساوش بلادهم، هما جاو كيرفعوا كيبنيو ديور هنايا في الدوار ديال البطحه، والاغلبيه ما كيجيو في الصيف كيدوزوا هنا العطله مع وليداتهم. تبارك الله كلشي موجود هنايا، منطقه ديال الخريف، يعني العنب الرمان القرقع جميع الخيرات موجوده هنا في الدوار ديال البطحه. هذا الخرير اللي كتسمعوا هو ديال الواد ديال البطحه، هو كاين لتحت. اخوات واخوان هما شادين الطريق لهذيك البليصه، تما غيكون تكون وجبه الفطور ان شاء الله. هذه الساقيه شد راسك الخيرات ديال الماء، واش غنمشيو مع الساقيه؟ مع الساقيه سير مع الساقيه. نمشيو مع الساقيه اجي. هادو الخيرات ديال الماء ديال العيون ديال البطحه. هادي الخوت هي العين اللي سميتها إلسا الكلب، كيف قالوا لنا الساكنة المحلية ديال البطحة لتحت، هي هادي ما عرفتش هاد السمية منين جات، واش كان شي كلب كيشرب منها كيضرب بلسانه، والله ما نعرف. المهم هي هادي، هو الماء ديالها بارد والماء طبيعي لذيذ،
كاينه اخاي محمد ديالك الشربه فيها يا سلام. الماء كيخرج من بين الحجر داخل من الحجر تبارك الله. هنا كاين شي مقاطع ديال الحجر والكليساج مع تحت الشتا كاين شويه ديال الصعوبات كيف كتشوفوا، ولكن الحمد لله حنا ماشيين ضربه ضربه. كلشي حجر هنا كيف كتشوفوا الخوت غير الصخور هابطين من الجبل، الصخور كيف هابطينها بحال شي انهيار صخري كنتعرفتوا هذه المنطقه هذه. نطلعوا مع العين راس العين اللي الماء ديالها قلال الصراحه، ومع ذلك هو مازال البركه فيها. هذا جبل بوصالح اللي كينتمي لسلسلة جبال أطلس المتوسط الشرقي سلسلة بويبلان، العلو ديالو راه كيتجاوز 2200 متر. وهنا كاين الغابة ديال البلوط، جبل البلوط المعمرة. ها البلوط اللهم بارك. هذا شنو اخي إدريس؟ عرق لكم زوين. الله انتشروا. دابا حنا هابطين في الغابة ديال البلوط الأخضر ولا الكروش، وهنا كاين الغطاء الغابوي غيبدا نوعا ما كثيف، هذاك الشيء كي خصك الجروب كله يتجمع باش نمشيو مجموعين، لأن كاين الخطورة أنه بنادم يتلف، وثانيا راه كاين هنا الحلوف. العصر الله أكبر هنا، غنصليو العصر ونكملوا الطريق ديالنا إن شاء الله. هذا جبل بو صالح اللي نزلنا له من السح ديالو، وليه كاين بوملول. تنوع الغطاء النباتي هنا في المنطقة هذه بين الشجار العرعار من الفصيلة ديال الأرزيات بحال هذه، كاين هذا النوع ديال النباتات الشوكية، كاين البلوط الأخضر كيف كتشوفوا، يعني تنوع في الغطاء النباتي. احنا الخوت دابا وصلنا للسيد ديال سيدي محمد البطاح، الدوار ديال سيدي البطاح قبيلة بنيز هنا جامعة إغزران إقليم صفرو. هذا السيد هو مسدود، ما عرفاش يسمحوا لنا نفتحوه وقيلا غير نزوروه وصافي نشوفوا غير من الداخل. بسم الله. هذا سيدي محمد البطاح، الضريح ديالو هو هذا الخوت. هنا كانوا كيديروا واحد الموسم، ولكن كنظن واقيلا مابقاش كيديروه، نردوه كيف كان. وهذه الملحقة ديالو، هذو الملحقات ديالو فين كيجيو الناس كانوا كيطيبوا. كاين هنا هذه خيامة، هنا الشوميني، لكن هادشي راه بدا كيريب، السقف كله مشى، يعني كيخصو الترميم هادشي. هنا واقيلا هادي البيت ديال العولة، هيا مسدة بلا ما نفتحوها، نشوف غير نسترم. هاهو هنايا الأتات اللي بغا يجي وقلتو لي هنا راه كاين هنا الدوزان، راه مهلين فيها سي حسن. ودابا نهبطو للعين، العين ديال بني رطوان. شوفو الخوت حنا هابطين دابا للعين ديال بني رطوان، كاين هنا هذا الجمع ديال الدوار وتحت منو كاينه العين. انا في الطريق دابا للعين وراه الاخوان سبقوني، وكاينين بعض الاخوان اللي راه مازال يلهيه في السيد ديال سيدي محمد البطاح. هذا هو الجمع ديال الدوار، ديال سيدي محمد البطاح. الله يعاون الشريفة. هذا الجامع الشريفة ياك؟ مازال خدام هذا الجامع؟ تبارك الله.
كاينه العيل لتحت. العين سميتها عين بني رطوان. بني رطوان. بني رطوان ماشي رضوان، رطوان. اخوان هم سبقوني للعين. هما جايين. عين بني رطوان. بني رطوان ماشي بني رضوان. بالطاء وليس بالضاء. رطوان. خوت هذه هي العين. انا غنحط تحت سبونسوره لكم. هادي الخوت هي عين بني رطوان. هادشي كيجليسي. ها هي اللهم بارك. كاين عندنا هما جوج ديال الزادس. ها جوج ديال الزادس. وها العين عاود من تحت من هنا. غير هادشي كيزرق. وهاد العين هي اللي كتسكر بها الجنينة كامل. طريق بعد ما غادرنا السيد ديال سيدي احمد البطاح والعين ديال بني رطوان. سبحان الله تغير الجو خير 90 درجه. السحاب طالعه والاجواء ديال الشتاء مع الريح الشمال ومع جيت الرباط وهبط لتحت مع البحر حتى جيت قال لي راه كاينه الشتاء. كاينه الشتاء اذا راه قريبه. اذا راه قريبه الحمد لله. التصويره وداك الشيء الريح ديال حتى 110 كيلو. ايوا الحمد لله حنا فزنا بهذا هاد النهار. وهو الريح بدا حتى راه حنا قربنا نوصلوا للنقطة في النهاية ديال المسار ديالنا إن شاء الله. الترونسبور الناس عندهم هنا الترونسبور اللي كيطلع حتى للدوار ديال بني رطوان. إخوان كيف كتشوفوا حنا وصلنا دابا للنقطة النهاية ديال الروندوني اللي بدينا في الصباح بكري واللي ضربنا حوالي 14 كيلومتر. كاين طلوع والصعود على حافة جبل بو صالح، دوار البطحاء، دوار سيدي أحمد أبطاح وعين بني رطوان، والعودة إلى ولاد ميمون. هيا هو نقطة التجمع ديال الأخوات والأخوان المشاركين في هذه الدورة هذه، في هذه الخرجة هذه، ودابا غناخذوا الطريق ونمشيو بحالنا إن شاء الله الرحمن الرحيم.